هنعمل كولوسلو بقى. الكولوسلو ده عباره عن ايه؟ انا طبعا هو اما تشتريه من بره بيبقى اغلبيته مايونيز، يعني المايونيز هو بيبقى اساس السلطه كلها. طب انا مايونيز ده تقيل وغالي، طب نعمل ايه؟ زبادي بقى. زبادي هو اللي هيسد مسد الايه؟ المايونيز. يعني تبقى مثلا هناخد نص كوبايه مايونيز على كوبايه زبادي، بس الزبادي يكون طازه. الزبادي يكون ايه؟ طازه، عشان ما تبقاش مزه وتضايقك في السلطه. طيب وبس بس الكرنب حاسه ان هو مقطع كده تخين شويه، عايزه اقطعه ارفع من كده. ده كرنب السلطه بس بيبقى ارفع من كده شويتين، فهناخده بقى ايه كمان حبه كده. انت عارفه احسن حاجه ممكن تعمليها ايه؟ تبشريه بالمبشره عادي جدا. نعم. فتفتها بس كده، ناخد حبه كمان. حلوه التفتيته دي، حلوه ماشي كده لطيفه. احنا هنا قطعنا الكرنب اهو زي ما انتم شايفين، رفعنا خالص كده، ده هو الاساس. يعني الكرنب بتاعنا ده هو الاساس. وهنا بقى ناخد الخلطه بتاعتنا اللي هي هتبقى مايونيز. لو انت عملتي مثلا 3 كوبايات من الكرنب هتاخدي نص كوبايه من مايونيز على كوبايه من الزبادي، ولازم يكون طازه عشان ما يبقاش مزز. لو مش مزز بالنسبه لك مش مهم، يعني لو بالنسبه لك كده عادي مش مشكله، تمام. وعليها ربع كوبايه من الخل، وعلى الكميه دي بنحط معلقتين كبار سكر. معلقتين كبار سكر، اوكي. وقلب الخلطه دي مع بعضها حلو كده. معلقتين كبار سكر، نص كوبايه من مايونيز، كوبايه من الزبادي، وبس كده. وربع كوبايه من الخل، وقلبهم كده مع بعض. مايونيز مع ادوب بس السكر، مايونيز مع معلقتين كبار سكر. معلقتين كبار سكر هو ده اللي بيميز السلطه دي. وعندي بقى الجزر مبشور، وعندي الكرنب المتقطع. يعني لو تحب تسيبيها شويه كده بس تذوبي السكر ماشي. نروح حط بقى الكرنب. واروح حاطه جزر مبشور. لو تبشريه كمان ارفع من كده من الناحيه الرفيعه قوي يبقى احسن. كميه الجزر قد ايه؟ بتبقى تلت كميه الكرنب. يعني لو انا عامله 3 كوبايات من الكرنب يبقى كوبايه من الجزر او اقل كمان. يعني كميه الجزر بتبقى قليله فيها قوي، اقل من الكرنب بكتير. اه حلو القوام ده، بص القوام ده حلو قوي. وبعدين حلاوه بقى، اوكي، السلطه دي ان مده صلاحيتها طويله. مده صلاحيتها ايه؟ طويله.